من مدينة العالمين الجديدة هنروح بقى لمدينة مرسى مطروح، واللي كمان هي بتشهد عملية تطوير غير مسبوقة. الجهاز المركزي للتعمير أنهى تنفيذ 82 كيلومتر طرق فرعية غرب المدينة، والهدف من الطرق دي هي ربط التجمعات السكنية بالطريق الرئيسي. وطبعا ده بيتم في الوقت اللي جاري فيه تنفيذ 6 مشروعات تموية بإجمالي 270 كيلومتر وبتكلفة 550 مليون جنيه. الهدف بقى من القصة دي كلها هو تنمية التجمعات البدوية والقرى بمحافظة مطروح، وطبعا عملية التنمية دي هتكون بتكلفة استثمارية قدرها 93 مليون جنيه. وطبعا بعد ما تتم كل القصة دي كلها، ده هيساهم في تسيير حركة النقل بشكل كبير جدا، وهتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا زي ما قلنا في التجمعات البدوية اللي موجودة في مدن مرسى مطروح وبراني والنجيلة والسلوم. طيب هنا بس أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، أوضح شيء مهم جدا، إن الطرق دي مش بس هتحسن مستوى الخدمات اللي بتوصل للتجمعات البدوية، لا دي كمان هتساعد بشكل كبير جدا في توصيل المنتجات البدوية للأسواق. يعني كل المنتجات البدوية بقى، سواء كانت منتجات زراعية أو غيرها من المنتجات، وطبعا ده هيعود بالنفع بشكل كبير جدا على كل أهالينا في التجمعات البدوية. مش بس كده، كمان دي هتسهل عملية الحماية المدنية وكل الخدمات الدولة إنها توصل لقلب المنطقة دي. حاليا جاري الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء القرية البدوية بمدينة بهي الدين دي بواحد سيوة، من خلال إنشاء 13 منزل بدوي، بالإضافة طبعا دي المنازل اللي تم إنشائها في المرحلة السابقة. بصراحة شيء جميل جدا إن احنا نشوف تنمية بتحصل للتجمعات البدوية، لأن ده هيعود بالنفع على البلد كلها مش بس على التجمعات البدوية.